طبعا يا جماعة الواحد يبغى ياخذ اجازة يرفف فيها عن نفسه. كنت مخطط اخذ اجازة شهر كامل، حتى غرفتي ما خلصتها باقي، اضطريت انزل مقطع يا جماعة. ليش؟ فجأة انا قاعد حالي حال نفسي، فجأة بوف في التيك توك انفجار، اليوتيوب انفجار، الديسكورد تركي روافي قلتك، تركي روافي قلتك. قلت يا جماعة ايش روافي قلتني؟ مستحيل له 10 سنين في اليوتيوب، عمره طق 45 مدري كم، معاه 1.5 مليون، مستحيل يقلدني يا شباب. خذوا لكم الصدمة، هذه آخر 3 مقاطع أنا نزلتها، وهذه آخر 3 مقاطع رواف نزلها. نزلت مقطع الهروب من السجن، نزل بعدي بكم يوم مقطع الهروب من السجن. نزلت ما بالبيوت عن شهر رمضان، نزل ما بالبيوت عن شهر رمضان. نزلت الهروب من الحضانة، نزل الهروب عن الحضانة. شوفوها موجودة عندكم بالتواريخ. إيش في؟ صاحي تبغى كف أنت تكف؟ نقول لا سمح الله يا شباب، صدفة صدفة، تشابه افكار يا شباب. شوفوا المقطع هذا حق ما بالبيوت، طبعا معروف ما بالبيوت فيها اكثر من بيت، قررنا انا ونواف نصور في هذا البيت وفي هذه الزاويه بالضبط من البيت، يعني ورا قدام الشاشه. اوكي سبحان الله، مقطع رواف اللي بنفس الفكره اللي بعدي بكم يوم صور في نفس البيت وفي نفس الزاويه. ما خلصنا يا شباب، في نفس المقطع امي كانت واقفه قدام الباب تكلمنا. سبحان الله مقطع رواف نفس الشيء، أمه واقفة قدام نفس الباب وتكلمه. ما علينا يا شباب، صدفة صدفة، نقول انها صدفة يا شباب. مقطع الحضانة حقي كنت احاول اساعد واحد من الاطفال ان يهرب من الحضانة، وسبحان الله مقطع اللي منزله امس كان يحاول يساعد ولد يهرب من الحضانة. نمشي هذه كمان يا شباب، سويت شخصية ام سوى شخصية ام، سويت مقطع سناب شات سوى مقطع سناب شات. يا حرامي يا سراك، وعندك 1.5 مليون في اليوتيوب، لك 10 سنين تصرفني انا يا نصاب. لا يا عيال، كتبت له كومنت عنده في المقطع، اخي احس محتواك يشبهني، والكومنت جاء عليه لايكات وناس يقول ايوه يا تركي والله صار مره يقلدك. راح احذف الكومنت الحرامي. قدرت تحذف الكومنت، بشلون راح تقدر تحذف هذا المقطع؟ ما فيه والله لفظك يا الحرامي يا السراك، بدي عليك في ليله القدر العشر الاواخر من رمضان، والله ما خليك. حسبي الله عليه، ما خلى شيء ما سرقه، حتى كرسي اللي اصلي عليه سرقه. حبو ذا ما يخاف الله، ما يخاف الله ذا. هو رافع هاشتاق انقذوا حساب رواف، انا ابغاكم ترفعون هاشتاق انقذوا حساب تركي من السرقه، سرقني الوسخ. حسبي الله عليك يا جماعه، اخاف اخذ اجازه زياده مره ثانيه والقاه شاري قطوه تشبه كايلي. عيال قلدني بكل شيء، اعوذ بالله يا شباب، ما كان عنده 1 مليون. الناس يسرقون من الاجانب، يسرقون من الناس اكبر عدد مشتركين من قنواتهم، هذه يسرق واحد ما له سنه في اليوتيوب وقناته توها جديده، حرام عليك. خل كبر عقلك يا اخي، الله يهديك. اعوذ بالله. المهم يا شباب، بحكم السرقه هذه اخرجوا النواف، اخرجوا الكالي يا نواف، بحكم انه السالفه عن السرقه ما سرقه، قررت اسرق عيديات الاطفال في ما بالبيوت. قبل بدايه المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبسم الله اترككم بالمقطع. نواف نواف، ايش تبي؟ اسمع، بروح اسرق عيديات الاطفال وباخذ السياره. صلحت فرامل السياره زي ما امي قالت لك ولا لا؟ ايه ما عليك، صلحت الفرامل حق السياره. متاكد صلحت الفرامل يا نواف؟ ايه متاكد، ما عليك. اوكي الله يسعدك يا نواف، صلحت الفرامل. فرامل نواف، حسبي الله عليك ما صلحتها. نواف وينك نواف؟ شباب إصابة بسيطة، إصابة بسيطة، مجرد كسر في الرجل يا شباب، بس ما عليكم ما راح يأثر على سرقة العيديات. شوفوا شوفوا هناك، هناك في ولد صغير. ولد ولد، تعال تعال، ما أقدر أجيك، رجلي توجعني. تعال، إيه كفو، تعال تعال تعال. إيه ما شاء الله، أسمع، أنت أهلك أعطوك عيدية صح؟ إيه ما شاء الله. طيب اسمع اسمع، عطني اياه عطني اياه، انا بعدها لك بشوف كم اعطوك، فهمت؟ ما شاء الله ما
والله العدد مرة مرة حلو يا ولد. ما شاء الله ما شاء الله. ما ليش يا ولد؟ والله اني محتاج يا ولد. ما علي بيعطونك عيديات زيادة بعدين. تم. ليش بكل المقاطع انمسك؟ اوكي صح اني دب وبطيء بس يعني من هالدرجة يا شباب؟ في غير يمديهم يهربون حتى هم الدببة يا اخي. يا جماعة شوفوا اللي وراي هناك حفلة يوم ميلاد. طبعا جبت كرتون هذا فاضي بسوي كأنه فيه هدية وبكذب على الولد انه اعطني فلوسك لما تفتح الهدية. يلا تعال تعال شوفوا. هابي بيرثدي. جبت لك هدية. هدية؟ ايه جبت لك هدية. انت اسمع اسمع اعطني الفلوس اللي معك وخذ الهدية وافتحها. على بال ما تفتح الهدية خلي فلوسك معاي ولما تفتحها بعطيك اياها. اوكي اوكي يلا. ما شاء الله ترى هدية فاضية بزل. مع السلامة لكم ترى خدعتك. تم القبض. ترى والله اني مظلوم يا شباب والله ظلم. يا جماعة مصادري الخاصة قالت لي ان العائلة اللي في البيت هذا راحوا يتمشون وتركوا ولدهم في البيت. طبعا بحاول اخدع الولد. توقعون بشنو؟ طبعا بالبلونة هذه اللي معايا. بضحك عليه بخليه يشتريها مني. وادي ادخل الباب. ادخل الباب يا ولد. السلام عليكم. اسمع انت اهلك موجودين في البيت ولا خلوك؟ لا يعني مو موجودين. طيب اسمع اسمع اكيد اكيد بالحكم ان العيد قرب وكذا اكيد اعطوك عيدية صح؟ ايه ما شاء الله. طيب اسمع اسمع شوف 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 بعطيك البلونة هذه ترى قيمتها 5 مليون ريال. تنور في الظلام تنور في الظلام يا ولد. ايه بس عشان العيد قرب بسوي لك خصم وعشان افرح الاطفال لاني رجل طيب وكذا. ف عطني الفلوس اللي معك وخذها. ايش رايك؟ تم تم كفو. يلا يلا خمسك خمسك. مبروك يا ولد تستاهل تستاهل. خدمتك ترى البالون مشتريها بريالين يا هطف. والله ما تجيبي توكل يا رب. عفوك ورضاك يا اخي. اخي ما تخلون الواحد يسترزق. خلوني اسرق يا اخي. اخي هذا عائلة اغنياء انا فقير مسكين محتاج. اوكي شباب جبت نواف معي ساعدني لان نواف عنده خبرة بالسرقات والبزنس وكذا. المهم نواف شوف وراك هناك في طفل صغير معاه عيديته. روح اسرقها منه تعال يلا بسرعة. ايه ما عليك خبرتي ذي. يلا 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 كفو. اوكي ترك يا رب ترك يا رب. نواف يا حمار قد يسرق عيديته ما قد يسرقه هو. لا عادي عشان يصير العيد عيدين. نواف بيصير 3 عياد. عندي 3 قضايا سرقة فلوس. تبغى تزود عليه قضية اختطاف؟ لا يرحم امك. اوكي شباب بسوي كأن اخوي نواف مريض. طبعا انتم تعرفون العاطفة حقة الاطفال يحزنون بسرعة عليك. بقول لهم يا شباب اخوي مريض ودنا المستشفى والبطاقة طلعت مرفوضة ويبغون فلوس. وشوفوا خليت نواف يمسك البطاقة عشان يصدقون وبضحك عليهم بيعطوني عيدياتهم. شوفوا هذاك بسوي عليه اول واحد. تكفى تكفى يا ولد تكفى ساعدنا. شوف اخوي مريض وديت المستشفى والمستشفى رفضوا يعالجوه عشان البطاقة مرفوضة. شوف 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 ما يقدر يتحرك مسكين. تكفى تكفى عطني العيدية. تكفى تكفى عطني عيديتك عشان اساعدك. لا الله اكبر عليك يا الاناني الحسودي. عيال يحب الفلوس ما يحب يسوي الخير حسبي الله عليه. تعال تعال نواف. ولا انت كل انقل اساس خاص ما عندك اي فايدة. توكل اقسم بالله. شباب قررت اصير كوبوي عشان الاطفال يعطوني العيديات حقتهم. طبعا ادري ان الكوبوي ما له دخل بالعيديات بس كذا ابغى اصير كوبوي يا شباب. ولد اسمع تبغى تركب حصان ب5 ريال بس. لا 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 ليش ليش يا اخي؟ خلاص بسوي لك خصم بخليه ب3 ريال. لا يعي ما احب ريحة الحصان. انقلع يا مدلع انقلع. ما عليك يا حصاني ما عليك. ما مستحيل اتخلى عنك زي ما الناس تخلوا عنك. ما عليش يا حصاني لازم اتخلى عنك. يا شباب الموضوع صار صعب شكلي ما عاد راح اقدر اسرق الاطفال.
الاطفال اللي ما هم اغبياء زي اول، قسم بالله الموضوع مره يقهر. اوبا اوبا وش اللي اوبا؟ بوبا وش اللي اوبا؟ ما فهمت عليك. طب اشيلك. بوبا بوبا اوكي خلاص 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 فهمت فهمت اشيلك اشيلك اوكي اوكي يلا اوبا اوبا. A few moments later. شباب المفروض انا اللي اشيله بس هو اللي شالني. بوبا وي بروح اشكي لنواف همي، ما قدرت اسرق عيدية اي واحد من الاطفال. بيبي دايبر شو تسوي هنا؟ ايش فيه؟ هذه فلوس نواف، من فين جابها؟ باع الاطفال في السوق السوداء؟ طلع مليونين دولار؟ والوسخ مخليني ادور واسرق عيديات؟ شكرا انك علمتني بيبي دايبر. بيبي دايبر انت عندك قناه في اليوتيوب صح؟ اوكي مكافأة لك راح انشر لك. شباب قناه بيبي دايبر راح تلقونها تحت في الديسكريبشن، محتواها نظيف وكويس جدا بس انه كرنجي، تعرفون يعني محتوى الاطفال وكذا. لا تطالع فيني كذا، رحمة ربك نشرت لك. وتعال والله اعلمهم انت مين. تطالعهم يحاولون يحاولون يعرفون مسوين تحريات، ترى والله افضحك. ايوه تبى نفسك، قناتها تحت في الديسكريبشن، لا تنسون تروحون تشوفونها، لا تنسون لايك. بيبي دايبر. So catch me if I fall.